بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نسجل في دورة التدقيق اللغوي والتصحيح الإملائي علشان الناس اللي بعت لها اللينك ما عرفتش تسجل، فاحنا هنشوف ازاي في الفيديو ده نقدر نسجل ونوصل للفيديوهات ان شاء الله. اول حاجة هنفتح كروم كده، نرجع خطوة لورا بس علشان انا مسجل قبل كده، فانا هشوف حاجة بس. ايوة اللينك معاكم اللي انا بعته لكم، هيفتح الدورة دي كده. تمام. هنروح هنا، هيفتح معانا اللينك، انا هكتب اسمي. طبعا انا مسجل قبل كده بس انا عامل الفيديو ده علشان اعرفكم، هنسجل رقم الموبايل برضو والجيميل بتاعنا، ونحط الباسورد بتاعنا بتاع الجيميل برضو. كل حاجة متسجلة عندي قبل كده، ف ما فيش داعي، انا بسجل عشان اعرفكم بس. ونسجل مشترك جديد، طبعا انا قال الايميل بتاعي موجود، انا كتبت لكم علشان نعرف انا الايميل بتاعي موجود ومتسجل بيه. هيعمل ايه بقى؟ هيجيب لي رسالة هنا تحت، هروح انا رايح على الجيميل بتاعي، تمام، اللي هو ده، تمام. هيجيب لي، هيبعت لي رسالة على الايميل من اكتب صح، هدخل على اللينك ده، تمام، هروح مسجل بالايميل بتاعي برضو اللي هو ده، برضو اكتب الايميل واكتب الباسورد بتاعي، خليها ريميمبر مي، انا لما اسجل تاني مرة مش هحتاج اسجل، تمام، تذكرني يعني، واروح لوج ان، واروح داخل. كده ادي فيديوهات الدورة فتحت معايا، تمام، دورة تانية. وبكده مش اقدر اخد الدورة دي بس، اقدر اخد اي حاجة على الموقع عندهم فري. ممكن برضو ارجع هنا تاني وارجع مرة لورا وادوس التحاق، تمام، لو معرفتش اوصل من هناك. اهو ادي الفيديوهات، تمام، وادي الاختبار. بعد الاختبار هاخد ايه؟ هاخد الشهادة. هدوس انا على الفيديو كده، طبعا ده اعلان ملناش دعوة بيه، هنقفله من هنا. ادي الفيديو، تمام، هدوس على الفيديو كده. فتح لي القناة على اليوتيوب واشتغل الفيديو، تمام جدا. بعد ما اخلص هلاقي اختبار، هخلص الاختبار هتجيني الشهادة. انا بتأسف علشان النت، شغلك في القرية الذكية الوحيدة في شرق القاهرة في البروج، وما تنسوش تعملوا متابعة على الفيس، وهتلاقوا لينك الفيديو في أول بوست ليه على الفيس إن شاء الله. السلام عليكم.